مشكور يا ابو هيثم على هاي العزيمه اللي عازمنا اياها. هذا طال عمرك واجب واقل من الواجب هذا. ما تقصر وانت راعي واجب. الله يخليك يا ابو احمد. الله يحفظك يا ابو هيثم. الله يحفظك. قصة عدل قصة عدل قصة عدل. تعالوا بخبركم بالاخطاء اللي حصلت. الحين بخبركم على الاخطاء اللي حصلت في السنع في الجلوس. الخطا الاول ان واحد فيهم رافع ريله وهذا غلط. الخطا الثاني واحد فيهم ما ادري له وهذا غلط. الخطأ الثالث واحد فيهم يالس وعاطي ظهره حق الشخص الثاني وهذا خطأ انك تعطي الشخص ظهرك. الحين بتكلم بشكل عام عن السنع والجلوس في المجالس. انت دخلت المجلس سلم على الجماعة. انت تعرف ان هذا المجلس فيه ضيوف، فيه ناس قاعدين. لازم تجلس صحيح. جلوسك يكون صحيح. اولا اذا كان غنفات. اذا انت قاعدوا فيها غنفات يعني مرتفعة تجلس منزل ريلك في الأرض واليدين على فخذك، ما تجلس قرفصة أو تجلس ريل على ريل أو إنك تجلس عاطي ظهرك حق الناس اللي جالسين. أما إذا كنت جالس على الأرض، الجلسة على الأرض لها عاداتها وتقاليدها. تجلس ثاني ركبتيك اللي هم يسموها كب ركبة، الريلين ثانينهم تحت كب ركبة يسموها، أو إنك تجلس تثني اليسار وترفع اليمين وتحط يدك فوق ريلك اليمين. أما إنك أنت ما تجلس وما أدري لك أو تجلس قرفصاء أو تجلس شابك ريلك مع بعض هذا خطأ. أنت لو قاعد بروحك في البيت أو قاعد بروحك في مجلس مكان ما في ضيوف ما في حد، بإمكانك تجلس وتأخذ الوضعية اللي أنت تباها أو الوضعية اللي ترتاح فيها. أما أنت قاعد في المجلس على الأقل تحترم الجماعة الموجودين. أنت إذا قعدت قعدة غلط معناته أنك أنت الجماعة الجالسين ما لهم اهتمام، ما تعبرهم، وهذا خطأ. المفروض أنك أنت أول تشوف تفكر في نفسك، أنا داخل مجلس في ضيوف في جماعة في ناس كبارية في ناس محترمين، المفروض أنا أجلس جلسة صحيحة. الناس إذا يشوفوني أنا أجلس جلوس خطأ شو بقولوا؟ بقولوا هذا ما معلم السنع، هذا المفروض ان ابوه يعلمه هذه هالشيء قاعده الجلوس. هذا خطا، يعني انا بهالطريقه اخليه الكلام حتى يوصل حق اهلي، فالمفروض انا من تلقاء نفسي اني انا اجلس جلوس صحيح. اما اذا كان شخص مثلا عنده اصابه في الريل وهذا الشخص مريض او مسوي عمليه ما يقدر يجلس، إذا موجود كرسي يجيبوا لي كرسي يجلس عليه، أما إذا ما موجود كرسي فهو معذور. وطبعا مثل ما يقولوا ما على المريض من حرج. هالحالة بقدر الجماعة الموجودين أن هذا الشخص مريض وما يقدر يقعد، وبالعكس هذا الشيء هم ما بينتقدوه أو بيقولوا هذا قاعد خطأ أو شيء، إن عارفين أن هذا الشخص مريض. هنا بتكلم عن بعض النقاط المهمة.
إذا أنا قاعد بالمجلس ودخل ريال كبير في السن، من الواجب أو من السنة أني أنا أقوم وأقرب بالريال الكبير يجلس مكاني، هذا ما خطأ. كذلك إذا أنا جيت ما أقول حق شخص قاعد قوم فلان أنا بقعد مكانك، إذا هو قال لي فلان تعال إجلس أنا أجلس. كذلك إذا أنا جيت أدور مكان وين أجلس، مكان فاضي بين شخصين أنا جيت وقعدت معاهم وهم يسولفوا، بعد هذا من الخطأ. أشوف مكان، أدور المكان اللي فاضي بعيد وأقعد فيه بدون ما أسبب إحراج أو أني أحرج نفسي. وهذه طبعا من العادات والتقاليد اللي تعلمناها في السنة في الجلوس في برنامج كما كانوا.